توجيه مباشر من قبل محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل والسيد مدير كهرباء صلاح الدين كوادر توزيع كهرباء بلادة استنفرت كل الجهود لإيصال التيار الكهربائي للحجر الصحي مركز الشفاء التام في محطة بلد عن طريق طوارئ مشاريع بلادة. اليوم في مركز الشفاء الثاني الواقع في بناية زراعة بلد، نستكمل اللمسات النهائية إن شاء الله لافتتاح هذا المركز الذي هو رديف لمركز الشفاء الأول في مستشفى بلد. الحمد لله تم بجهود الأخوة من أبناء هذه المدينة الصابرة المجاهدة، من الخيرين فيها ومن المسؤولين ومن الدوائر العاملة فيها، إكمال هذه الدار. تم نصب محولة كهرباء جديدة ربطت على خط الطوارئ لإيصال الكهرباء بشكل مستمر لها، إضافة إلى وجود مولدين للكهرباء، وكذلك أيضا نصب الأسرة بكافة ملحقاتها. جل اهتمام أبناء القضاء اليوم في توفير كل وسائل الراحة للأخوة المصابين الذين نتمنى لهم الشفاء، ولتكون استكمالا للدار خاصة بعد تزايد الإصابات داخل القضاء. باشرت ملاكات وكوادر دائرة توزيع كهرباء بلد بإيصال التيار الكهربائي إلى مركز الشفاء 2 للحجر الصحي في قضاء بلد، حيث هذا المركز سوف يتم تهيئته للحجر الصحي للمصابين والملامسين بفيروس كورونا. وقد تم توجيه هذا العمل عن طريق السيد محافظ صلاح الدين، وسوف يتم إيصال التيار الكهربائي إلى هذا المركز للحجر الصحي عن طريق طوارئ مشاريع ماء بلد. ناشطون أكدوا العمل المشترك من فرق تطوع الجاوة وبالتعاون مع الفرق الصحية والطبية لتأهيل المركز لاحتواء الأزمة ونظرا لتزايد أعداد المصابين بوباء كورونا في قضاء بلد. اليوم بعون الله تم نصب 5 أعمدة ضغط عالي 11 كي في ومحولة 400 كي في لوصول التيار الكهربائي إلى الحجر الصحي الشفاء. تقوم دائرة توزيع كهرباء بلد بتنصيب محولة 4 كي في إلى دار الزراعة دار الشفاء. البارحة نصبنا واليوم إن شاء الله نشغل تجهيز كامل. تستمر الكوادر الصحية والطبية والفرق التطوعية ودائرة توزيع كهرباء بلد بتأهيل بناية الحجر الصحي مركز الشفاء التام. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، صلاح الدين الفضائي.